مع أحمد 5 جنيه، مع محمد 10 جنيه، مين يقارن لي بينهم؟ تمام، 5 جنيه أقل من 10 جنيه أو أصغر من، في واحد تاني هيجود، 10 جنيه أكبر من 5 جنيه، بس الأصح إن أنا أبدأ بالأول 5 جنيه أقل من 10 جنيه، في واحد تاني عايز يقول حاجة، سامعاك، بيقول إن كده اللي مع أحمد نص اللي مع محمد، وكده جميل، وأنا كمان أقدر أقول لك اللي مع أحمد واحد إلى اللي مع محمد، يعني إيه الكلام ده؟ هنشوف مع بعض. السلام عليكم، معاكم مس رشا أحمد على قناتكم بيزا فيرست، خليك الأول. النهارده هنشتغل أول درس لستة ابتدائي، هناخد معنى النسبة ومكونات النسبة ويعني إيه نسبة بين عددين أو كميتين. يعني إيه النسبة؟ النسبة هي مقارنة بين عددين أو كميتين من نفس النوع وليهم نفس الوحدات. هقارن بين عددين بس مش بطريقة أكبر من وأصغر من، بطريقة تانية، أو إن أنا هقارن ما بين كميتين، الكميتين من نفس النوع ومن نفس الوحدات. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إيه من نفس وحدات القياس ومن نفس النوع؟ يعني أنا من الظلم إن أنا أقارن مثلا سنتيمتر بمتر، ما ينفعش، حرام. زي كده ما ينفعش ان انا اجي اقارن مستواك، مستوى حضرتك مثلا، واقول لك اقارن، يلا اقارن خطك وانت في سنه سته بطالب في الجامعه، قول لي لا ده ظلم، سته قصاد سته، يبقى كده لا. انا محتاجه لو هقارن مثلا، انا هقارن عدد من الكيلوات قصاد عدد من الكيلوات، ما ينفعش عدد من الكيلوات قصاد عدد من الجرامات، ده معنى كلمه ان هم يكونوا من نفس النوع وبنفس وحدات القياس، او مقارنه بين عددين. دي اول حاجه في معنى النسبه. طيب النسبة دي لما بتكون بين عددين بتتكتب ازاي؟ او يعني عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان انا بقارن بين العدد الاول والعدد الثاني، شريط عليا هنا، شرط يعني العدد الاول. يعني ايه؟ يعني لما اجي اقول لك قارن ما بين اللي مع مثلا سعاد واللي مع مثلا ريهام، انا بدأت بسعاد، انا بدأ المقارنة من سعاد، يبقى سعاد الاول، شوف اللي معاها ايه وبعد كده قارنه باللي مع ريهام، وما يصحش العكس، يبقى حسب اللي انا طالباه. علشان كده انا بقول النسبه بين عددين تكون العدد الاول على العدد الثاني، او العدد الاول ده ممكن اقول عليه حاجه اسمها مقدم النسبه، يعني هو اللي جه في الاول، هو المقدم اول حاجه، ده اللي انا طلبت ان انت تقارنه، الى العدد الثاني اقدر اقول عليه تالي النسبه، اقدر اقول عليه ايه؟ تالي النسبه. وبكده يبقى انا لما بقارن ما بين عددين او كميتين بقول انا عندي العدد الاول والعدد الثاني، او مقدم النسبه وتالي النسبه، وكده بقول عليهم حدي النسبه، كده بقول عليهم ايه؟ تمام، حدي النسبه. طيب ازاي اكتب نسبه بين عددين او بين كميتين؟ قال لك يا سيدي عندك طريقتين تكتب بيهم، طريقه اللي هي صوره الف على ب. سهلي شويه، ايه صوره الف على ب دي؟ كسر يعني، بسط ومقام. ايه ده، هو الكسر ينفع يبقى نسبه؟ إيه؟ حاجة جديدة اهي. يبقى الكسر ممكن يبقى نسبة، أنا ممكن أقراه بشكل الكسر إذا لزم الأمر، وأقدر أقراه بشكل النسبة إذا كنت بقارن ما بينهم، وهوريك إزاي. أو إن أنا أكتبه بالطريقة دي، 1 إلى 2، 1 إلى 2 اللي هي يعني ما رضيتش أكتب لك بصيغة ألف إلى ب، هي لازم تبقى 1 إلى 2، لا ده مثلا هم أي عددين. يبقى أنا أقدر أكتب النسبة بطريقتين، صورة ألف على ب أو صورة ألف إلى ب، كده ينفع. في حاجة عمالة تقوليها غريبة، إلى دي؟ ما أنا جاية لك أهو، عايزة أعبر عن النسبة، هعبر عنها إزاي؟ عايزة أقارن ما بين شخصين، فاكرين لما قلت لكم محمد معاه 5 جنيه وأحمد معاه 10 جنيه، فاكرين المثال ده؟ طيب المثال ده، فاكرين كده؟ أنا عندي أعبر، هعبر إزاي؟ أولاً أنا هستخدم العلامة دي. أيوة هي دي، نقطتين فوق بعض، هي العلامة دي، ركز كويس. وهقراها إلى، وهقراها إلى، ولذلك أنا أقدر أقرأ ده نصف بالكسور، أقول عليه نص. ولذلك كمان أنا أقدر أقرأ بطريقة تانية، أقدر أقوله هيئة النسبة 1 إلى 2، نقول تاني القراية بتاعتها كده 1 إلى 2، وما ينفعش تقراها لي 2 إلى 1، يعني البدل هنا ممنوع ومش مسموح. طيب لما أنا جيت قلت لك في المثال إن الولد الأولاني معاه 5 جنيه والتاني معاه 10 جنيه، معناها إيه دي؟ لما أنا أجي أعبر عنهم بالنسبة، طب ما ده معاه نص التاني. لما أجي أعبر معاهم بالنسبة أقول 1 إلى 2، ولو أنا إديتهم بعد كده مبالغ ثابتة فوق الخمسة وفوق العشرة، يعني أبو 5 ده هزوده 5 كمان، بقى معاه 10، وأبو 10 ده زودته هو كمان 10، تمام؟ بقت لسه النسبة 10 لـ20، برضو تفضل نص. فعلشان كده دي مقارنة جديدة ما بين عددين بقولها بدل ما بقول طريقة الكسور. تعالوا نشوف ازاي نحل تدريبات على النسبة وعلى الكلام اللي انا قلته لكم. اول تدريب بيقول ايه؟ اكمل.
إذا كان مقدم النسبة 3 وتالي النسبة 7 فإن النسبة هي، حضرتك من حقك تكتب النسبة بطريقتين. ممكن تعملها لي في هيئة كسر، مقدم النسبة ده اللي بيتحط فوق وتالي النسبة ده اللي بيتحط تحت، والبدل بينهم مش مسموح. ما ينفعش، يعني لو كتبتها لي 7 على 3 أنا أسفة كده بقت النسبة مش مظبوطة وبقت غلط، أو إن حضرتك تكتبها لي بالشكل ده 3 إلى 7. وانت بتكتب النسبة اقرأها عشان تتعود عليها، 3 إلى 7. طيب السؤال اللي بعده، إذا كان تالي النسبة 9 ومقدمها يقل عن تليها 4 اكتب النسبة. طيب أنا 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 سامعة عايز تقول 9 على الأربعة، استعجلت؟ لا كده ما قريناش كويس. حضرتك لما أنا أقول لك تالي النسبة يبقى ده الرقم اللي بيتحط تحت، يبقى مبدئيا تالي النسبة 9 ده هيتحط تحت. أنا عرفت 4 على 9، استنى شوية، بيقول لك ومقدمها يقل عن تاليها 4، يبقى الأربعة دي مش هتتحط أصلا. إحنا ما عندناش كده مقدم النسبة، مقدم النسبة بيقل عن التسعة 4، تمام كده، يبقى 9 أشيل منهم الأربعة يبقى مقدم النسبة 5. يبقى كده 5 على 9 أو 5 إلى 9. أنا كده كتبت له النسبة لما بيديني مقدم النسبة وتالي النسبة. طيب السؤال اللي بعده بيقول إيه؟ اوجد النسبة بين كل من العددين. اعملها ازاي دي؟ طب ما هم كاتبهم، يعني هو كاتب 3 21 بس هي النسبة كده، ان انا اكتب له 3 فوق وال 21 تحت؟ لا طبعا، انا لو كتبت ال 3 فوق وال 21 تحت هتحول لمسألة كسور. طب وانا في الكسور كنت عمري سبت كسر كده ولا لازم اختصر؟ ما هي النسبة عاملة زي الكسر، لازم اختصر، وكأني بختصر كسور بالظبط يا ولاد. هشوف مين الرقم الأصغر فيهم وأجرب أقسم عليه فوق وتحت عشان أخلص على طول من اختصار الكسر ده، وهقول له أنا هقسم كده على التلاتة وهنا على التلاتة فهتطلع 1 على 7 أو أيوه كده 1 إلى 7، واقرأها تمام؟ طيب نيجي هنا، خلاص اتعودنا بقى؟ 25 على 30، وهتسيبها كده ولا هتحاول؟ هحاول. طب اختصر على كام؟ أنا سامعة، برافو، على الخمسة، دي قابلية الاسم على خمسة، أي رقم أحد وصفر أو خمس، هقسم على الخمسة فوق وتحت، لازم حدي الاسم يتقسموا زي بعض عشان تفضل النسبة زي ما هي، هقسم تبقى خمسة على ستة، تبقى النسبة أسمع؟ تمام، خمسة إلى ستة، واتنين من عشرة، أربعة وتمانية من عشرة، أوجد النسبة بينهم، دي أعداد عشرية وأنا مش عارف أقسمها إزاي. طيب احنا الاول ممكن نخلي العشر صحيح، تمام كده، برافو عليكم. لو احنا ضربنا في 10 لانها هنا من 10 وهنا من 10 هنحول الاعداد دي لاعداد صحيحه. يبقى انا الاول لو انا ضربت ده في 10 كل حد من حدود النسبه دول هيتحول الاولاني 42 على 48 كده، جميل. انا مش فاكر دي اعداد زوجيه، اقسم على الاثنين واقسم ثاني واقسم ثاني، ما تشوف لك جدول كبير، ده اختصار الكسور ده من زمان. ايه اكبر جدول؟ وهات من تحت، دور في جدول 9 ما لقيتش، اطلع 7 ما لقيتش، اقعد اطلع كده، تمام كده، جدول 6 حلو كده، يبقى على 6 يبقى دي فيها 7 فيها 8 والنسبه ممكن نقول 7 الى 8. طيب وفي حاله ان انا الرقم كان كبير قوي ومش عارف والوقت في الامتحان مش مكفيني، هعمل ايه؟ طب ما انا عندي الآلة الحاسبة ممكن تساعدني في الحوار ده، وعندي دلوقتي الآلة الحاسبة الجديدة اللي كلكم بتستخدموها، هتلاقوا فيها الرمز ده كده، ده كده هيئة البسط والمقام. حضرتك لو حطيت الأرقام حتى ولو بالأعداد العشرية وقلت له يساوي هيديك اختصار النسبة، 24 إلى 3، هنحط 24 على 3 تمام، وهنشتغل يا ستي، اشتغلنا بالآلة 24 على 3 اداني 8 تمام، الى كام؟ هو ده ينفع في النسبة؟ اسف كده دي مش نسبة، ده عدد صحيح والنسبة لازم حدين. 8 الى كام؟ 8 الى، حضرتك بايدك والآلة مش هتقولك الكلام ده، الى 1، لان انت عارف ان اي عدد صحيح ليه المقام كام؟ 1، وتعبر عن النسبة دي ب 8 الى 1. مش فاهم يعني ايه؟ هقولك يعني ايه 8 الى 1، يعني أنا لو هقسم حاجة بين شخصين هديله هو 8 والشخص التاني 1. إيه ده، هو ده دي مش قسمة عدل؟ لا بعدين نبقى نتكلم في الكلام ده، بس ده معنى النسبة، إن أنا هديله بنسبة 8 إلى 1. وتعالوا نكمل تدريبات. بيقول لي إيه في التدريب ده، في السؤال ده؟ بيقول لي فصل دراسي فيه 45 طالب، عدد الطلاب كلهم 45، غاب منهم 9، في 9 غابوا، عايز حاجتين،
طالب طلبين على نفس السؤال. السؤال الأول بيقول اوجد النسبة بين عدد الطلاب الغائبين وعدد طلاب الفصل. عايز النسبة بين الغياب وعدد النسبة ما بين عدد طلاب الفصل كله. طيب أنا هعمل إيه؟ هشوف الغايبين كام؟ 9، وعدد طلاب الفصل كله كام؟ 45. هاجي أكتب النسبة إزاي؟ لازم أبدأ بالتسعة. طب ليه؟ عشان هو بدأ بالغايبين، هو مش بمزاجي، حسب ما يطلب مني. يبقى أنا هنا هقول له 9 على 45، خلاص هي دي النسبة؟ لا طبعا، وأنا عمري سبت كسر كده ولا بجرب أختصره؟ طيب إيه رأيكم نجرب نختصر؟ تمام كده، أقرب حاجة وأحسن حاجة إن إحنا نجرب الأول نختصر على 9 اللي هو الرقم الأصغر فيهم. لما اختصرت على 9 لقيت عندي إن هنا 9 على 9 فيها الواحد، 45 على 9 فيها الخمسة، بصيغة الكسر تبقى 5، أما بصيغة النسبة أنا أقدر أكتب له يساوي 1 إلى 5. خدوا بالكم من حاجة، ساعات بيقول لك عبر عن النسبة بطريقتين. ازاي يعني اعمل ايه؟ اهي يا اولاد احنا خلاص حليناها، لما كتبت 1 على 5 او 1 إلى 5 دول كده طريقتين للمسألة. يلا نخش على المطلوب التاني لنفس السؤال. المطلوب التاني بيقول ايه؟ اوجد النسبة بين الطلاب الحاضرين الى عدد طلاب الفصل. الحاضرين هما الاول، يبقى عدد الحاضرين هو اللي هيتحط فوق. طب وهو انا عندي عدد الحاضرين؟ مش عندي. طب اعمل ايه؟ تمام كده، هنطرح الاول على جنب ونجيب عدد الحاضرين. يبقى انا الاول كده محتاج اجيب عدد الحاضرين لانه مش عندي، هقول له 45 اشيل منهم 9. تمام طرحت، يبقى عدد الحاضرين 36. بعد كده ابتدي اجيب النسبه اللي هو طلبها، اللي هو طلبه على عدد الكل، ده اللي هو طلبه الحضور 36. هقول له ادي 36 على ال 45 عدد التلاميذ الكلي. هسيبه كده ولا احاول اختصر؟ تمام هختصر. قلنا نبدا من اعلى جدول، اعلى جدول. طب انا هلاقيهم في جدول 9، اختصر الكلام ده يديني 4 على 5 او تمام 4 الى 5. خد بالك من السؤال اللي جاي ده معانا. السؤال ده بيقول ايه؟ بيقول اوجد النسبه بين طولي قطرين في المربع. يعني اعمل ايه؟ اوجد النسبه بين طولي قطرين في المربع. فين الارقام اللي هشتغل بيها؟ ارجع لمعلوماتك الرياضية، هي أقطار المربع مالها؟ تمام كده، قطرين المربع متساويين في الطول. طيب افترض معايا إن الطول ده 5، يبقى القطر التاني كام؟ 5، وأنا هعمل النسبة 5 إلى 5، تبقى في الآخر كام؟ 1 بس؟ لا، 1 إلى 1، تبقى النسبة 1 إلى 1، وأنا كده مش محتاجة فيها أي أرقام. نخش بقى على السؤال اللي بعديه. السؤال اللي بعديه بيقول إيه؟ أوجد النسبة بين طول ضلع المربع وطول ضلع المثلث المتساوي الأضلاع. إذا كان محيط المربع 16 سنتي ومحيط المثلث 18 سنتي. حلو قوي، ده سهل جدا. طيب كده جميل، إحنا نعمل نحط 16 على 18 ونختصرهم ونعمل نسبة. طبعا غلط. طب ليه؟ لأن هو بيقول لك ده محيط المربع وده محيط المثلث المتساوي الأضلاع، وأنا عايزة نسب بين طول الضلع مش بين المحيطات. ركز، أنا مش عايزة نسب بين المحيطات، أنا عايزة نسب بين أطوال الأضلاع. يبقى أنا الأول هجيب طول الضلع. محيط المربع بيساوي تمام طول الضلع في 4، لما أنا أكون عايزة أجيب طول الضلع يبقى هقسم المحيط على 4، يبقى أنا الأول هجيب طول الضلع. يبقى طول الضلع هيساوي للمربع 16 على 4 بيساوي 4، ده طول ضلع المربع. بعدين أجي هنا أجيب طول ضلع مثلث متساوي الأضلاع، ولازم يكون متساوي الأضلاع. محيط المثلث المتساوي الأضلاع بيساوي طول الضلع في 3، يبقى أنا هقسم برافو على 3 أجيب طول الضلع. يبقى طول الضلع بتاع المثلث بيساوي 18 على 3، يبقى طول الضلع بيساوي 6. بعد كده أعمل بينهم نسبة ما بين طول الضلع بتاع المربع وطول ضلع المثلث، تبقى النسبة 4 على 6. هسيبها كده، اختصر برافو، دي اعداد زوجيه خفيفه، نختصرها على كام؟ على 2. يبقى على 2 هتبقى 2 على 3 او 2 الى 3. دلوقتي بعد ما خدنا كل التدريبات عن النسبه، عليك التدور، واجبك بقى تحل لي المساله دي. الواجب بيقول ايه؟ اذا كان مرتب موظف 3000 جنيه يصرف منها 2000 جنيه ويوفر الباقي، اوجد النسبه ما يوفره الموظف إلى ما يصرفه، اللي بيوفره للي بيصرفه.
وشوف ايه اللي عندك وايه اللي مش عندك عشان تقدر تجيب النسبة، للي بيوفروا للي بيصرفوا. واشوف كل اجاباتكم ان شاء الله في التعليقات. وبكده يا ولاد نكون خدنا الدرس الاول في النسبة، وعرفنا يعني ايه معنى النسبة، وعرفنا مكوناتها، وعرفنا الفرق بين مقدم النسبة وتالي النسبة. ونركز جدا على المطلوب مننا عشان ما ينفعش نلخبطهم، عشان لو لخبطناهم المسألة هتكون غلط. اكتب لي اي سؤال انت عايزه او اي حاجة انت مش فاهمها في التعليقات، وما تنساش اللايك والشير، واشوفكم الحلقة الجاية.